بالنسبه للدوري حومتي كما تعرفوا هذه هي الدوره الثالثه من الدوري. كانوا عندنا جوج دورات، وكما تعرفوا ان الهدف من دوري حومتي هو تجميع احياء مدينه الجديده، وتنديروا واحد البلاتفورم تتكون سو فورم ديال واحد التورنوا ما بين جميع احياء دوري حومتي من اجل تشجيع الرياضه، وكذلك تشجيع التعارف وكل الاخلاق النبيله ما بين احياء مدينه الجديده. الدوره الاولى كان عندنا دور الرياضه في محاربه افات المخدرات. الدوره الثانيه اللي كانت التزمت مع حلول شهر رمضان، كنا اختارينا كشعار لهذه للدوره الثانيه الرياضه الرمضانيه والفوائد ديالها. بالنسبه لهذه الدوره الثالثه اختارينا الشعار ديال دو لاماتور او بروفيسيونيل، يعني من الهاوي الى المحترف. بالنسبه للشركاء الدوري، اذا عندنا الدفاع الحسني الجديدي، نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، مدرسة التكوين أو مركز التكوين المشترك ما بين الدفاع الحسني الجديدي وموبيلي، العمالة الإقليم الجديدة، الجمعية الرياضية الإقليمية، والمجلس الإقليمي، جامعة شعيب الدكالي، المعهد الفرنسي، وكذلك الدفاع الحسني الجديدي متعددة الرياضات. إذن بالنسبة لبرنامج دوري حومتي، الحقيقة البرنامج تقسم على جوج لي بارتي. كاين الشطر اللي هو أكاديمي، قد يكون فيه حضور ديال شخصيات وزينة اللي غادي تهضر على هاد الشعار اللي اختاريناه اليوم. وكاين لو فولي لي كي براتيك، يعني في التورنو سبورتيف. اما بالنسبه للبرنامج دوري حومتي، غادي يكون عندنا ان ماتش دوفيرتور اللي غادي يكون لو 5 افريل 2015. هاد لو ماتش دوفيرتور غادي يكون بلا بريزونس دو اي سورا اوفير بار لو غوفرنور، اللي غادي يعرف ثلاثه الماتشات، يعني لان الدوري فيه 3 كاتيجوري. الكاتيجوري مينيم غادي يكون الماتش افتتاحي ديال الكاتيجوري مينيم، الماتش افتتاح ديال لا كاتيجوري كادي، اي لي زادو. لي زادو كان عندنا واحد ليميتاج اللي درنا ابارتير دو 17-18 طون ا 24. اما فيما يخص برنامج الدوري ككل، غادي تكون عندنا لو لاندي 6 افريل، وهذا اختيار اللي كان كبير، كنا توافقنا عليه كمكتب مسابقة جمعية مازاكان ايفنت، هو لو 6 افريل اللي غادي تبدا فيه لو تورنوا. لو 6 افريل هو لا جورني انترناسيونال دو سبور. هادشي علاش كنا اختارنا بالضبط هاد لا دات. غادي تكون عندنا لي زيليميناسيون في لو لاندي اي لو ماردي 7 افريل. غادي تكون عندنا لي زيليميناسيون بارابور المينيم كادي اي ادو، و ابخي لو ميركودي غادي يكونوا عندنا لي دومي فينال، لي دومي فينال ديال لي 3 كاتيجوري. بالنسبه للسبت 11 ابريل هو اللي غادي تكون فيه لي ماتش فينو، يعني غادي يبقاو عندنا ثلاثه الماتشات لي فينو ديال لي 3 كاتيجوري. و ابارتير دو 17 في لو سامدي 11 ابريل غادي تكون عندنا لا ريميز دي بري.